شلونكم اغاتي؟ اليوم راح نحكي على معلم من معالم بغداد القديمه، هو شارع النهر. شارع النهر يعني كانوا يسموه بالشباب بالايام الماضيه شارع القهر، ومعروف ليش التسميه، لانه كانت البنات والجميلات والنساء كلها يلتقن بهذا الشارع. الشارع بعدين سموه، لما سموا شوارع بغداد ب 32 سموه شارع المستنصر. وانا اتذكر كانت في سيارات تفوت وربل عرباين. شارع يعني هو اقدم من شارع الرشيد، شارع الرشيد 1916، وهذا اقدم منه بقرون. حتى يقولون هذا الشارع من ايام الخلافه العباسيه، من ايام يعني دار الخلافه العباسيه كانت بنفس المكان، يقولون هذا شارع من شوارع دار الخلافه اللي هي مقر يعني الخليفه العباسي. كان هذا الشارع مشهور ببيع الملابس النسائيه والقضايا النسائية من الحلي والمصوغات والإكسسوارات والأقمشة ومستلزمات الأعراس. وكانت أيضا في أتذكر في بصف الشارع كان أكو قد يعني قريب من الشارع سوق دانيال، هذا السوق اللي سموه على اسم صاحبه اللي اشتراه من الأوقاف مناحيم دانيال، وهذا كان بالأول سموه سوق هرج بعدين سموه سوق دانيال. يعني كانوا أكثر الصياغ بشارع النهر هم من اليهود، كانوا الصبة ما يشتغلون يعني صياغ ذهب، كانوا يشتغلون بس بالفضة، يعني شغل الفضة. الصياغ الذهب هم من اليهود، يعني قبل أن يصير عملية التهجير بعدين جو الصبة قاموا يصاغون ذهب وفضة. يعني أتذكر منهم مال الله وزهرون وعباس عمارة أبو لمية عباس عمارة وعنيس الفيار وغيرهم من كبار الصاغة العراقيين. حتى عباس عمارة اشترك بالمعرض الدولي في باريس سنة 1938 وحصل على جائزة كبيرة لإجادته ومهارته في يعني في الصياغة وتقديم المصوغات النادرة. أتذكر كانت البنات السافرات بالشارع يفترن ويشترن، وديش من ديش اللابسة عباية. يعني أنا أتذكر بالستينات يعني العبي بين البنات قليلة جدا، أغلب البنات وطالبات المدارس والكليات من بنات سافرات، وشارع النهر كان ملتقاهن. شارع النهر يمتد من جسر الأحرار إلى سوق الخفافين، يعني يم شارع البنوك، شارع السمو. أشهر معالم شارع النهر مثلا غرفة تجارة بغداد القديمة اللي كانت في زقاق يروح للشط، هاي كانت الدربونه مال غرفه تجاره بغداد، بيها بيوت نادره، بيوت كبيره اغلبها لليهود، حتى بيها المحفل اليهودي الكبير. اتذكر مثلا حمام حيدر اللي يم هسه يم الشرطه النهريه، املاك بيت الباتشي براس الشارع اللي صارت منها فندق بابل اللي سموه، المحكمه الشرعيه بشارع النهر، هاي محكمه مبنيه من قبل 200 سنه، جامع عادل خاتون، خان الخضيري، خان الشابندر، عمارة الدامرشي، أم ست طوابق كانت بشارع النهر برأس شارع السموئل من جهة شارع النهر. هذا العمارة المشهورة عند أهل بغداد، قال له قابل عمارة الدامرشي لأنه أول عمارة تنبني بالشبنتو يعني الكونكريت المسلح من ست طوابق في بغداد. ما أنسى بشارع النهر محلات الأفراح، المقص الذهبي، كاظم مغازشي، صادق محقق للأحذية الرجالية أيضا كان عنده فرع في شارع النهر، فرع الرئيسي كان في شارع رشيد قبال الأورزيباغ. غرفة تجارة بغداد القديمة اللي قلتها بالزقاق، والآن غرفة تجارة بغداد الحديثة اللي سوتها وبنتها شركة المهندس هشام منير من الأبنية المشهورة في بغداد، أيضا من الأبنية يعني شارع النهر أيضا كانت دائرة التحقيقات الجنائية، يسموها الآن مديرية الأمن العامة صارت في العهد الجمهوري، هاي كانت دائرة التحقيقات الجنائية موجودة في شارع النهر. وأيضا بيت مثلا يوسف الجيلاني، يوسف بيت عبد القادر دلة، يعني من البيوتات القديمة في بغداد. وأيضا بعض يعني بيت ساسون حسقيل أول وزير مالية بالدولة العراقية كانت يعني بشارع النهر. وأيضا كان بيت لنج
الان اللي هو بابا علي شارع رشيد، كان باب القديم، الباب القديم له على شارع النهر. واني اتذكر انا جاي في يوم فتت من يم الباب مال شركه بيت لينج، وعاينت ورا الباب ولقيت طياره، طياره قديمه واقف موقفيهم مشودريها، قالوا هاي واحده يعني تابعه الى الشركه او لاحد اليهود اللي يعني رامها بهاي بهذا البناء التاريخي، هو بناء شركه بيت لينج اللي مبني سنه 1906. الحديث عن شارع النهر حديث طويل، واحنا ذكرناه لانه معلم بغدادي يضم هوايه من الاشياء اللي هسه الان ذكرناها بشكل سريع. ولهنا وتخلص حكايتنا لهذا اليوم في مالا غاتي. لا تنسونا باعجاباتكم وتعليقاتكم، شاركونا.